السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاك واحد حسين. ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن البيرز تول بوكس. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده ازاي نصمم تول بوكس كده خفيف، كاسبر تول بوكس خفيف كده مفيش اي مشكله، بس طبعا عندي بقى حاجات معقده وعايز امشي على الستاندرد، فبالتالي اول حاجه تول بوكس 10 سنتر من الاول، تمام؟ فانا هجيب كل سهوله كده تول بوكس، وروح على تول بوكس واعمل اد ان ناو، افتح لي كل الـ يعتبر الـ بسم الله الرحمن الرحيم الستاندردز اللي موجوده، ونفتح انزي متريك وباور ترانسميشن الجيرز. بس عندي كام واحد؟ عندي 1 2 3 4 5 6، عندي 6. طبعا الراك سيبك منه، احنا ممكن نجيب سبار راك او هيليكال راك او ستريت بيفل راك. احنا عندنا كذا نوع من ال قصدي من الجيرز، معلش. يعني ممكن في السبار، في الهيليكال، في السكرو، مش عارف في عندنا سكرو ولا لا، I think ما مش موجود، بس ممكن نفهمه اللي هو فيه زي شبه الباسبور كده، في عليها البيفل الستريت بيفل، تمام. جير والبونيون عندي الاثنين، وعندي ال ايه كمان، في الهيري رينج بون، بس I think مش موجود هنا. فخلينا كده نختار الهيليكال جير مثلا. بس قبل ما اعمل كده خليني معلش اعمل كنسل وهاجي تاني، هدوس عليه كرييت بورت، ده احسن حاجه عشان اقدر اتحكم فيه قبل ما يابلود يعني. اوكي، ده شكل الجير، طبعا ده الهيليكال، ده شكله عشان هو شبه السكرو كده، تمام. نقدر نحدد الموديولز عندنا من هنا عادي جدا بكل سهوله، دي كلها الموديولز بتاعتك. شايفين كده؟ اي ثينك ده الحجم بتاعه. بس خلينا نشوف كده، يعني مثلا يعني لو اخترنا قلنا evaluate كده measure مثلا، فدي الاريا بتاعتك البريمتر. عايز اجيب مثلا عايز اجيب ال arc length، هو مش مدينا ال radius للاسف، ماشي. يعني بس دي الميديولز بتاعتنا، يعني في من الصغير لحد الكبير لو انتم شايفين كده يعني. وطبعا كل ما بيكبر كل ما ال thickness بيقل وال diameter بيزيد. يعني بصوا هنا كده، بص هيزيد قوي، تمام. بس خلينا اوكي، خلينا في ده مثلا. اوكي، طبعا معقد جدا في تصنيعه الهيليكل ده، بس ممكن سباكة او حاجه تعمله. المهم نمبر اوف تيس ممكن تغيره، ممكن اقل حاجه 10، ده ممكن يوصل ل 18 زي ما انتم شايفين كده، طبعا هيصغر البتاع قوي، تمام. والدايركشن رايت هاند، يعني بلف كده يمين ولا الف شمال، انا خليته ليفت هاند، هيبقى كده زي ما انتم شايفين. اوكي، الانجل 45، ممكن نخليها مثلا 60، هيقول لي في مشكله، اي ثينك ما ينفعش تزيد عن 60، هيبوظ الدومين. ممكن نخليها 30، اوكي 30 تنفع، يعني اقل من 45 تمام. اوكي، البريشر انجل، البريشر انجل ده حلو جدا ما بين اي تو جيرز، فالمفروض الجيرز يعني الزاويه ما بينهم هما الاثنين، ف يعني هو بيتغير من 15 ل 25، فيعني ممكن نخليها 20 زي ما هي. الفيس ويدث 12، مش عارف ده اي ثينك هو ده جوه، لا بس لو عملناه مثلا 20، هو ده الويدث، ده كويس، عامله 20 اهو. اوكي، يعني خلينا نتاكد حتى نعمل ايفالويت، ناخد نقطه هنا مثلا ونقطه هنا، فهي فعلا المسافه 20، ده الويدث بتاعنا، فده كويس. الهاب ستايل وان سايد، يعني في عندنا وان في بوث سايد من هنا ومن هنا، فهو يتركب عليه هنا او النوع ما فيش، يعني بتخلينا اللي هو بوث سايد مثلا، تمام. الهاب دايمتر ممكن نغير، دايمتر مش هيتغير، يعني بص 50 مش هيتغير، 20 مش هيتغير برضه خالص، هو اوريدي عشان انا محدد فوق المديول بتاعي. النومنا شافت دايمتر ده اللي هو الصغير اللي جوه ده، اي ثينك ازاي عشان كبير جدا، وان أربعة يعني حاجة كده، تمام. شوتيز هنشوفها ولا لأ، كيو اي تمام، ماشي. هو كده 18 تيث، ممكن نخليه مثلا 15، هو عمل 15 بس طبعا في جزء ايه شاله كده من هنا، تمام. فيعني ممكن نعمله 20، هيزود شوية. هنشوف كمان، يعني ممكن بصراحة أشوف حاجة تانية، يعني مثلا ده كده الهيليكال، خلينا نشوف مثلا زي الستريت ليفل جير او البينيون، تمام كده. ف تمام، فقلت اجيب بس انا اوريكم بس الفرق بينهم، البينيون هو اللي بيبقى فوق، الجير هو اللي بيبقى تحت، تمام كده. ف
فده البنين تمام، و واللي تحت ده هو الجير تمام كده. فتعالوا كده نشوف مع بعض بقى لو حبينا نكتب بعد كده نعمل واحد جديد. هو بقى هنا وناخد هنا نعمل create part برضو. احنا شايفين بصوا عاملين ازاي، ده كده اللي هو الجير تمام. طبعا الطول ده كبير جدا يعني، ممكن نخليه مثلا 10 ولا حاجة يعني، ممكن أكتر أقل كمان ولا الفيس ويدث اللي هو الدايمتر، البريشر أنجل، نمبر أوف تيس، نمبر أوف تيس هنا. المديول بقى ممكن نشوف نغير فيه نخليه واحد مثلا. أوكي تمام، فده شكل المديول تمام. ممكن يعني 20 مثلا هيبقى كده. لا مثلا 12 مثلا زي ما هي كانت. اوكي و بريشر انجل فيس ويدث ممكن نخليه مثلا لو خلاه 15 تمام. الهاب دايمتر برضو I think مش هيتغير. ماشي ماشي اوكي. كريز برضو شوت ايز تيرمينال جاف دايمتر ماشي اوكي مفيش مشكلة حلو. ده كده اللي هو الجير تمام. ممكن لا ده بقى اللي هو المديول بتاعه واحد تمام. نعمل بارت تاني كده اللي هو البينيون بقى، اللي هو نعمل كريت برضو زي تمام. فده كده البينيون تمام. فخلينا برضو نختار واحد اوكي و12 12 12 مش هغير حاجة. ممكن بس المود اكزيستنس ممكن نخليه مثلا 20 تمام. حلو قوي كده.